مساء الخير والمحبة والجمال. إلى العناوين. خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين. الموارد البشرية تعلن توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة. قمة الشباب الأخضر، الخطوط الرئيسة للعمل المناخي في المستقبل. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. أصدر الديوان الملكي بيانا أعلن فيه عن ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفد المملكة خلال أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في روما، حيث سيشارك من خلال الاتصال المرئي. أعلنت وزارة الخارجية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يعلق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 25/4/1443 الموافق 30/11/2021. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يعلق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 25/4/1443 الموافق 30/11/2021. جال الإعلان الترويجي لموسم الرياض تحت شعار تخيل أكثر عدداً من العواصم والمدن والميادين على مستوى العالم، حيث ظهر الفيديو الترويجي للموسم الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط في باريس، نيوكاسل، لندن، نيويورك، دبي والكويت أيضاً. افتتح منتدى التسويق في نسخته الرابعة والذي يقام على مدى يومين في العاصمة الرياض، حيث يغطي المنتدى كثيرا من الموضوعات البارزة والجوانب المهمة في قطاع التسويق. القرار جاء في وقته في الوقت المناسب، لدينا كفاءات متميزة في التسويق، لدينا مجموعة لديهم شهادات متخصصة في التسويق وأيضا خبرة. الآن القرار جاء لإعطائهم هذه الفرصة أن يدخلوا السوق بشكل أكبر بشكل أقوى، لذلك سيكون ذلك أو لذلك تأثير إيجابي على قطاع التسويق. سيتم سعودة القطاع من خلال وجود هذه الكوادر المتميزة، أعتقد أنه سيكون له تأثير بالإجمال ممتاز. نتوقع ونتمنى من الخريجين أن يستغلوا هذا القرار بشكل جيد وأن يثبتوا قدرتهم وإمكانياتهم حتى يكون انعكاس هذا القرار إيجابي، فبالتالي خلال سنوات محدودة جدا سنجد أن القطاع ككل أصبح جاذبا للخريجين الذين يأتون من بعدهم، فسيكون له بلا شك تأثير إيجابي على من سيلحقهم من الخريجين. رسالتي لهم أن يستغلوا هذا القرار كما يجب، أن يثبتوا قدرتهم، يثبتوا وجودهم، وأن يستغلوا هذا القرار بشكله الإيجابي. أولا إحنا اتفاقية اللي وقعناها مع صندوق تنمية الموارد البشرية وكذلك جمعية التسويق تهدف إلى تطوير صناعة في المملكة، صناعة التسويق في المملكة، هي يعني مثل ما ذكرنا سابقا من المهن المرموقة، و
من المهن كذلك التي لم تصل إلى مرحلة النضج حتى الآن. سنساهم جميعا في تطوير منظومة التسويق في المملكة، تطوير الوظائف وكذلك تطوير عملية إدراج أبنائنا في صناعة التسويق في المملكة. يمكن الآن تشوفون أنتم عبر رؤية المملكة 2030 أنه في برامج كثيرة قاعد تطلق، وأهم البرامج هذه هي صناعة رؤية المملكة خارجيا والتسويق للمملكة خارجيا، وهذا لن يتم إلا بسواعد أبناء وبنات الوطن من المختصين في التسويق. خلال هذا المنتدى أيضاً أعلن اليوم عن توطين التسويق أو مجال التسويق. في التفاصيل نحن نتحدث عن 12 ألف فرصة وظيفية سيحققها هذا التوطين. نحن نتحدث عن أجور تبدأ من 5500. هذا اليوم أعلن. يوم الأربعاء كنا نتحدث عن مسار توطين آخر، قبلها كنا نتحدث عن مسارات توطين أخرى. هذا العمل الجاد والمستمر والمتواصل في زيادة مجالات التوطين سيقودنا إن شاء الله إلى تحقيق أهم مستهدفات رؤية 2030. لكن فيما يخص قطاع التسويق نفسه، أنا أعتقد وأجزم بل أراهن إن لدينا من الكفاءات السعودية في هذا المجال ما يمكنها ويمكنها من تغطية هذا القطاع التسويقي والوصول فيه ليس فقط إلى مراحل إبداعية جيدة، بل حتى إلى ابتكار عمليات تسويقية كثير. واللي يشوف المشهد اليوم بصفة عامة في السوق السعودي سيدرك هذا، وسيدرك القدرات السعودية لشبابنا. كل الذي نرجوه مع شكرنا لوزارة الموارد البشرية أن يتم فعلا دعم الشباب السعوديين في هذا المجال وفي غيره. نعود إلى أخبارنا. تواصل الأجنحة السعودية تعزيز حضورها في معرض جيتكس للتقنية 2021 المقام في دبي عبر استقبال الزائرين للإطلاع على أبرز النجاحات والإنجازات واستعراض مستوى النضج الرقمي والتناغم بين جميع الجهات الحكومية في المملكة. تشارك الجهات الحكومية والخاصة السعودية في معرض جايتكس دبي 2021 وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة في المعرض. حياكم الله. طبعا وزارة الداخلية تميزت بتقديم الخدمات الرقمية لمنسوب المقيمين والأفراد وكذلك الجهات الأعمال والحكومة، والآن انتقلنا إلى مرحلة أخرى، مرحلة تقدم إلى أبشر داخلية، وهذه تستهدف منسوبي وزارة الداخلية ومجتمع الداخلي. عندنا في أبشر أكثر من 23 مليون مستخدم معتمد، وكذلك عندنا 330 خدمة إلكترونية مؤتمتة بشكل كامل. عندنا كذلك أتيح للجمهور والمجتمع تطوير الخدمات والمشاركة في تطوير خدمات وزارة الداخلية من خلال إطلاق مسابقة تحدي أبشر. تقدم لهذه المسابقة العام الماضي 2020 أكثر من 10,000 مستخدم، قدموا أكثر من 7,000 فكرة. وتهدف الجهات المشاركة لاستعراض حزمة من المشاريع النوعية التي تحاكي مستقبل التحول الرقمي في السعودية. المشاركة راح تكون بتعريف عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي. القوات الخاصة للأمن البيئي هو قطاع يتبع لوزارة الداخلية. أنشئ القوات أسست عام 2019. القوات الخاصة للأمن البيئي أنشئت وسندت لها العديد من المهام الأمنية الشاملة لتمكينها من إنفاذ الأنظمة البيئية في المملكة. اللي شارك في جناح جيتكس السنة هذه أحد الخدمات اللي تقدم للمواطنين خارج المملكة اللي هي خدمة تجديد الهوية الوطنية. يتم من خلال الخدمة تجديد الهويات الوطنية للمواطنين المقيمين خارج المملكة للعلاج أو للدراسة أو للعمل بشكل عام. أنا جيت أجدد بطاقة الأحوال المدنية وجهاز أبشر موجود، حدثت البيانات وخلال تقريباً 10 دقائق خلصت كل شيء. طبعاً الخدمات اللي نقدمها اللي هي مبادرة طريق مكة، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تندرج تحت رؤية المملكة 2030
وتهدف هذه المبادرة إلى إنهاء إجراءات المسافرين في بلد المغادرة من خلال التحقق من الشروط الصحية، أيضا فرز وترميز الأمتعة حسب اشتراطات النقل والسكن، تمام، وبالتالي قدوم الحاج إلى المملكة كرحلة داخلية بدون المرور على كونتر الجوازات. الحقيقة يعني في مشاركة الوزارة لهذا العام في معرض جايتكس نسلط الضوء على منصة ميدان وأهميتها في دعم الجهود الأمنية والتقنيات الحديثة التي قدمتها المنصة لرجال الأمن. والحقيقة يعني من أبرز ما قدمت المنصة خلال الفترة الماضية ما يتعلق بخدمات إلكترونية تقدم لرجال الأمن في الميدان، وتحقق عدد من الإجراءات المطلوبة لرجال الأمن، تمكن من استكمال إجراءات الضبط الأمني وتحقيق أعلى درجة في جودة العمليات الأمنية على مدار الساعة. ويعد معرض جايتكس الحدث التقني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يزور المعرض سنوياً قرابة 150 ألف زائر. لبرنامج يا هلا، فيصل الملح. شكرا للزميل فيصل الملحم. وقبل ما أروح للخبر التالي، في وقفة إنصاف يعني يجب أن نقولها، ألا وهي شكرا لفريق عمل وزارة الداخلية اللي يعملون في الكواليس ليل نهار على إنجاز الخدمات الرقمية لهذه الوزارة. نحن فخورين حقا بما يقدمون، هذا الفخر من جهتين، الجهة الأولى والمشاركة الجميلة في معرض جايتكس، وهذه ليست المرة الأولى على فكرة اللي تشارك فيها الوزارة وتبدع، هي بشكل مستمر تشارك وبشهادة أغلب الحاضرين دائما أداء وزارة الداخلية وما تعرضه من خدمات في هذا المعرض دائما مميز. الجهة الثانية هو التقدم والتطور الدائم والمستمر في الخدمات الرقمية اللي تقدمها وزارة الداخلية. اليوم إذا جينا نعدد الجهات المتفوقة في هذا المجال، أعتقد أننا سنضع من أوائلها ومن ممن يحضرون في الصف الأول وزارة الداخلية. كثير منهم يعملون خلف الكواليس، اليوم من واجبنا كإعلام أن نخرج الكواليس إلى الضوء ونقول لهم شكرا على كل ما تقدمون. إلى خبرنا الآخر، افتتح نائب رئيس الحرس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان المعرض التوعوي دارنا بلا مخدرات، والذي يشتمل على أجنحة لعديد من القطاعات تقدم التوعية والوقاية من آفة المخدرات. آفة مفسدة للحياة والصحة، تجعلك حبيسا للوهن والقلق، تنزعك من أسرتك وأحبابك، وتلقيك في شقاء دائم. في ظل برامجها التوعوية، حرصت قيادة الحرس الملكي بالقطاع الغربي على افتتاح معرض توعوي هو الأول لمكافحة المخدرات تحت شعار دارنا بلا مخدرات. وأنا شاكر لروتانا وعلى جميع الأعلام اللي تدعم لنشر هذه التوعية عن الآفة الخطيرة لإنقاذ أولادنا وبناتنا من هذه الآفة، وأنا شاكر الجميع وجميع القطاعات تشكر، وكلهم يد وحدة للدفاع عن هذا البلد الغالي الحبيب. معرض الحرس الملكي الذي قام في هذه الفترة هو طبعا نقلة نوعية وشيء مميز، بحيث أن هناك أصبحت عدد من القطاعات كلها تتشارك في عملية التوعية، بعضها مع بعض في عملية التوعية ضد المخدرات. طبعا يوجد لدينا طول العمر عديد من القطاعات المشاركة، الأدلة الجنائية، مكافحة المخدرات، مراكز السموم، رئاسة من الدولة، كل هذه الجهود بذلت من قبل هذه الإدارات ومن قبل الدولة رعاها الله لحماية الفرد ولحماية المواطن من تعاطي المخدرات. طبعا تبني رئاسة الحرس الملكي لهذا المعرض هو شيء جميل وشيء رائع، ودليل على مدى حرص القيادات في هذا الوطن على إرسال رسالة توعوية عن المخدرات. طبعا بما فيها طبعا مركز إرادة لعلاج الإدمان، بمعنى أنه حتى الشخص الذي ضل الطريق ليست نهاية العالم، يمكن له العلاج وأن يعود شخص سليم معافى يفيد دينه ويفيد وطنه ويفيد عمله. جمعية كفا
تسعى في تحصين المجتمع من الوقوع في هذه الآفة عبر برامج توعوية عن طريق المعارض التثقيفية والمحاضرات والندوات. نحن نعلم أنه 80% ممن وقع في آفة التدخين كتدخين وهي بوابة للمخدرات أعمارهم أقل من 18 عام، فجانب الوعي لدى الناشئة خصوصا مهم جدا حتى بإذن الله ننعم بأجيال واعية بخطور هذه السموم. جهود متكاملة تبذل من مختلف القطاعات للتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها. لبرنامج يا هلا، محمد الجعيد، جدة. زميل محمد الجعيد، مبادرة السعودية الخضراء وقمة الشباب الأخضر في حوار موسع لكل تفاصيلها في يا هلا بعد هذا الفاصل. السعودية تقود العالم بيئيا ومناخيا نحو مستقبل أجمل، هذا العنوان قد يبدو مبالغة لمن لا يعرف التفاصيل، ولكنه حقيقي جدا لمن يقرأ ماذا قدمت مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر وقمة الشباب الأخضر. هذا المكان الذي يسمونه القمة أصبح مكاننا وهدفنا وأولويتنا في كثير من المجالات. سنتحدث اليوم بشكل موسع جدا عن تفاصيل المبادرة، عن كل ما يتعلق بها، عن الاهتمام بالتشجير ومحاربة التصحر، التغييرات المناخية، مع مجموعة من الضيوف. في الجزء الأول من الحديث عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب هنا في الاستوديو بالأستاذ سعد الزبيدي، وهو مدير عام الشراكات وتنمية الإيرادات بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. أستاذ سعد حياك الله معنا في أهلا. حياك الله، أمسي عليك أخوي مفرح وعلى الأخوة المشاهدين، وأحب أتقدم بالشكر مجموعة MBC لإتاحة الفرصة لنا في المركز الوطني للرقابة على الإلتزام لإبراز دور المركز في هذه المبادرة المهمة، مبادرة السعودية الخضراء، وإطلاقها سمو سيدي ولي العهد يوم أمس. ترى MBC أصدقائنا وزملائنا وربعنا، بس حنا روتانا سوري آسف. ونعم بالجميع آسف. وتحياتنا لكل الزملاء في MBC. بنشوف هذا التقرير ونرجع نبدأ حوارنا مع الأستاذ سعد. انطلقت اليوم فعاليات قمة الشباب الأخضر في الرياض، وذلك في ثاني أيام منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف التوعية بالقضايا البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء. قمة الشباب الأخضر هي منصة للتوعية بأهمية القضايا البيئية ووضع السياسات الكفيلة بمعالجتها، حيث يسعى المشاركون إلى صياغة مستقبل الجهود المناخية في إطار من الأنشطة التفاعلية والنقاشات المكثفة. وتضمنت القمة إقامة ورش عمل حول مستقبل العمل المناخي وتشكيل لجان تضم أبرز الشباب الناشطين وتنفيذ أنشطة تعاونية معنية بسياسات المناخ. جاءت انطلاقة القمة بجلسة افتتاحية بعنوان كيف تكرس القيادات السعودية أصوات الشباب، وتناولت الجلسة قصص بعض الشباب العاملين في قطاع الطاقة بالمملكة وشغفهم بإنشاء مجتمع مستدام وكيف ينعكس ذلك في عملهم، وكيف يمكن لقطاع الطاقة أن يدعم الشباب ويعزز من إسهامهم في صنع القرار واستثمار أفكارهم لإحداث تغير إيجابي في بيئات العمل. أكد المشاركون في مبادرة الشباب الأخضر ضرورة العمل على مشكلات التغير المناخي بسبب التأثيرات السلبية المتمثلة في الانبعاثات الكربونية، على غرار مضاعفة الجهود في سبيل استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق التي تواجه التأثير السلبي للمناخ. لبرنامج يا هلا، سليمان الميمان.
شكرا للزميل سليمان الميمان، واحنا بصراحه مبسوطين اليوم في الاستديو اننا نطل عليكم وبجانبنا بعض الشتلات الخضراء الجميله، وهذه من بركات الاستاذ عبيد العوني، هو حيكون ضيفنا في الفقره القادمه ان شاء الله، وهي دعوه للجميع الى مبادرات التشجير والى انتشار المساحات الخضراء اكثر خلال الايام والسنوات القادمه. استاذ سعد ارحب فيك مجددا. اليوم المركز، مركز الوطني للرقابه على الالتزام البيئي، ما دوره في مبادرة السعودية الخضراء وماذا سيقدم؟ نعم، نحن في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي صراحة يعني نشعر بالفخر بأن نكون لنا دور محوري في هذه المبادرة. صراحة هذا الحراك البيئي الذي بدأ ليس يوم أمس، هذا الحراك البيئي بدأ من رؤية المملكة 2030 واللي أطلقت في 2016 تلاها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومن بعدها إنشاء المراكز الوطنية البيئية المتخصصة في المجال البيئي تحت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وآخرها اعتماد النظام البيئي الذي شدد وغلظ العقوبات لكل من يتجاوز ويؤثر على البيئة. دورنا في هذه المبادرة يتمثل في مبادرة خاصة للمركز تعنى بتعزيز الالتزام البيئي. تتضمن هذه المبادرة عدة مبادرات فرعية، لعل من أهمها مبادرة جودة الهواء والتي يستهدف المركز من خلالها إلى زيادة التغطية الجغرافية لمحطات جودة الهواء لتشمل جميع مدن المملكة، وكذلك إنشاء غرفة مركزية للمراقبة والتحكم ترتبط بهذه المحطات في كافة مدن المملكة، وكذلك بجميع الأجهزة التي تقيس الانبعاثات من المداخن للتأكد من عدم تجاوزها، وتكون رقابة آنية لهذه المنشآت للالتزام بالمعايير والضوابط البيئية، وكذلك تساعدنا في إنشاء نمذجة عددية للتنبؤ بأي حالات تلوث ولاتخاذ القرارات المبكرة للاستجابة لهذا التلوث لحماية للصحة العامة والإنسان. كذلك لدينا مبادرة تعنى ببرنامج وطني للسلامة الكيميائية لمراقبة جميع المواد الكيميائية المنتجة والمستوردة خلال جميع مراحل الاستخدام والنقل والتخزين للتأكد من عدم وجود أي أضرار بيئية لهذه المواد الكيميائية على البيئة وعلى الإنسان، وتجنب أي كوارث بيئية لا سمح الله. أيضا لدينا مبادرة تعنى بالبحث والكشف عن جميع البؤر الملوثة والعمل على وضع خطط لإعادة تأهيلها وفق أسس بيئية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على إعادة تأهيل هذه المناطق والتي تساهم أيضا فيما ذكر في هذه المبادرة السعودية الخضراء في إعادة تأهيل المناطق المضرة بيئيا. أيضا لدينا مبادرة تعنى بحماية البيئة البحرية والساحلية، وهذه المبادرة من شقين، الشق الأول يعنى بتطوير منظومة للرقابة الآنية على جميع سواحل المملكة والمياه الإقليمية للمملكة للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو تلوث في هذه البيئة، للحفاظ على البيئة البحرية النادرة يتمتع بها المملكة خصوصا في البحر الأحمر والموائل البحرية، وكذلك حماية للمنشآت الحيوية والحساسة والمناطق السياحية التي تستهدف المملكة الآن في رؤيتها إنشائها تعزيزا للسياحة. كذلك الشق الآخر يتضمن الاستجابة في حال لا سمح الله حصل حادث في أحد الناقلات، سواء كانت ناقلات نفط أو ناقلات تجارية، يعني يعبر البحر الأحمر ما يقارب 13% من حركة الملاحة العالمية، هذه السفن قد تتعرض لأي حوادث تسبب تسرب بالنفط والزيوت على في البحر. فرق الاستجابة هذه أو السفن الاستجابة هذه الهدف منها أنه سيكون إن شاء الله لدى المملكة أكبر أسطول للاستجابة في الشرق الأوسط، مكون من 5 سفن وطائرتين بقدرة تصل إلى مكافحة والضبط والتحكم ومعالجة ما يقارب 75,000 برميل في اليوم الواحد، لتجنب وصولها إلى الشواطئ والإضرار بالبيئات البحرية والساحلية. جميل، معليش لو نركز شوي على النقطة الأخيرة هذه ونعيدها، سيكون لدينا أكبر أسطول للاستجابة في الشرق الأوسط. نعم، أسطول يعنى بماذا؟ أسطول يعنى بالاستجابة لكل حوادث التلوث البحري ومكافحة تلوث الزيت. هذا الأسطول بدأنا الآن استلمنا 3 سفن
إلى الآن، وسفينتين قادمة إن شاء الله خلال الشهرين القادمة هذه تكون منظومة متكاملة، وأيضا طائرتين. بدأنا تمارين تعبوية مع جميع الجهات الحكومية، غدا عندنا إن شاء الله أكبر تمرين تعبوي في المنطقة الشرقية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وبدعم ومتابعة من معالي وزير البيئة، لرفع جاهزية 50 جهة حكومية وقطاع خاص في حال حدوث حادثة سمح الله، لتفعيل الأدوار والتدريب على الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من ضرر هذا التلوث. جميل، بحيث أنه لو لا قدر الله صار أي تلوث بحري مباشرة يتم التعامل معه بحيث أنه ما تصير فيه أضرار. نعم نعم نعم، كل ما كانت الاستجابة أسرع لهذا الحادث، كل ما كانت الاستجابة أبعد عن المناطق الساحلية والبحرية والبيئات والموائل البحرية، كل ما كان الضرر أقل وأخف على هذه البيئة. جميل، متى نقول عن هذا المشروع أنه اكتمل 100% وأصبح هو الأسطول الأكبر؟ نعم. كم يبغاله الآن؟ الأسطول الأكبر إن شاء الله حيكون في خلال الشهرين القادمة باكتمال السفن إن شاء الله الخمس، وأيضا حيكون هناك مرحلة أخرى في الخليج العربي أيضا لتغطية الخليج العربي من أي حوادث أو تلوث. عظيم، خلال شهرين سيكتمل هذا المشروع بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. والله والله أمر عظيم جدا، أنا أشكرك أنك كشفت لنا مثل هذه التفاصيل. هل سيقف الأمر عند موضوع الاستجابة السريعة في حال حدث شيء، ولا سيتعدى إلى الوقاية من الحدوث؟ نعم، هو الوقاية من الحدوث زي ما ذكرت لك في الجزء الأول من مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية، سيكون هناك منظومة متكاملة للرقابة الآنية باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة الإشعار عن بعد، وكذلك الرادارات واستخدام الأجهزة العائمة، باستخدام أيضا طائرات الدرونز والطائرات المجنحة لمتابعة ومراقبة أي تجاوز قد يحصل من أي منشآت، سواء كانت منشآت على الساحل أو كان بسبب مرور بعض السفن العابرة عبر البحر والتي تلقي بعض المخلفات والتي تؤثر على البيئة. فهذه هي الاستجابة أو الرقابة السابقة في حال حدوث حادثة سمح الله، تبدأ الرقابة اللاحقة اللي هي التفاعل والاستجابة لهذا التلوث. والله مشروع عظيم أشكرك عليه. في نقطتين بمر عليها يعني باختصار إذا سمحت حتى نلحق الوقت. من ضمن حديثك نقطة إعادة تأهيل بعض المناطق فيما يخص مبادرة السعودية الخضراء. احنا شفنا من ضمن المستهدفات أو المبادرات اللي أعلنها ولي العهد أنه العمل على 8 ملايين هكتار من أجل إعادتها وتأهيلها وإصلاحها. إيش الآلية والطريقة اللي راح تشتغلوا عليها؟ نعم، إحنا عندنا جزء بالتكامل مع الأخوان في منظومة وزارة البيئة والزراعة، إحنا عندنا هذه المبادرة تعنى بالمسح على جميع المناطق الصناعية والبلدية والتعدينية للتأكد من عدم وجود أي بؤر، وفي حال وجود بؤر توضع الخطط التصحيحية اللازمة وفق الأسس البيئية لمعالجة وإعادة هذه المناطق إلى وضعها الطبيعي بيئيا. هذا أول شيء. أي نعم. مسح كامل للمملكة. نعم، مسح كامل المملكة على ثلاثة مراحل أو ثلاثة نطاقات. النطاق الأول يكون النطاق البلدي، النطاق الثاني يكون النطاق الصناعي، والنطاق الثالث يكون النطاق التعديني. حلو، المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية توضع خطط المعالجة لهذه المواقع المتضررة والمتدهورة بيئيا، ويتم الشراكة مع الجهات المشرفة على من تسبب بهذا التلوث تحت مبدأ في النظام البيئي، هو الملوث يدفع، فمن تسبب بهذا التلوث سيتحمل تكلفة إعادة تأهيل هذه المناطق المتضررة. لحظة تسمح لي أوقف عند هذه النقطة. الحين من ضمن مناطق 8 ملايين هكتار، إذا وجدتم منطقة ملوثة ستحققون في من لوث هذه المنطقة ويطلب منه أن يدفع لإصلاحها. أي نعم، أنا بأتكلم جزء من المبادرة المعنية بالثمانية مليون هكتار. احنا جزءنا نتكلم على في مناطق، تكلم عن مناطق زراعية، مناطق أخرى، احنا نتكلم في جزء فيما يتعلق بالمسح اللي حنسويه للمناطق الخاضعة لإشراف البلدي، وكذلك الصناعي، المدن الصناعية والمناطق الصناعية، وكذلك مناطق التعدين. في حال وجود أي بؤر سيتم البحث والتحقيق عن المتسبب في هذا التلوث ويتحمل تكلفة إعادة تأهيلها تحت مبدأ الملوث يدفع. حلو، التلوث وش نوعه؟ التلوث قد يكون تلوث بيئي للمياه، أو قد يكون تلوث بيئي للتربة سبب أضرار لها ولم تعد في حالتها الطبيعية. جميل، وبعد ما يدفع أنتم تصلحون وتعالجون؟ هو تفعل الخطة هذه بالتعاقد مع الشركات المتخصصة في معالجة وإعادة تأهيل هذه المواقع، ونحن دورنا نشرف
على عملية إعادة التأهيل لنتأكد من الالتزام بما تم وضعه في خطة إعادة التأهيل. جميل، حلو، يعني مبدأ القوة والحزم في جانب ومبدأ التنمية في جانب. النقطة الأخيرة اليوم أنتم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يقف دوركم عند الرقابة ولا رقابة وضبط وعقاب؟ نعم، احنا دورنا في البداية هو تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات للتأكد من التزامهم بالمعايير والضوابط البيئية وعدم تجاوزهم على البيئة والإضرار بها والصحة والحياة. وإذا في حال وجدنا أي تجاوزات أو مخالفات فيتم ضبط هذا المخالف وإيقاع أشد العقوبات عليه حسب ما نص عليه نظام البيئة، والتي يصل سقفها في أقصى حالاته إلى 30 مليون. تصل إلى 30 مليون العقوبة؟ نعم، هذه في المخالفات الجسيمة اللي تكون فيها تجاوزات جدا عالية قد تصل إلى 30 مليون وسجن 10 سنوات. اعطنا صور لأبرز المخالفات اللي ممكن تكون بيئيا، مثل إيش، نماذج؟ قد يكون في مخالفات إلقاء أو تصريف بعض المخلفات الصناعية السائلة على الأوساط البيئية سواء كانت بحرية أو في الأراضي، هذه أحد المخالفات. التجاوزات في النسب المسموح فيها في جودة الهواء، قد يكون هناك في مصانع لها انبعاثات تؤثر على جودة الهواء، ولكن يطلب من هذه المصانع في خلال دراسة التقييم الأثربيئي بأن تضع أجهزة كب ملوثات للتأكد من المحافظة على عدم زيادة هذه الانبعاثات عن حد المسموح. في حالة تجاوز الحد المسموح فيه يتم ضبط هذا المخالف وتوقع عليه العقوبة وفقاً للنظام. العقوبة توصل في حدها الأعلى إلى 30 مليون وسجن 10 سنوات. نعم. معليش أبختم بهذه النقطة اللي يمكن الناس جالسين يشوفونها الآن، الدخان المنبعث من المصانع اللي جالسين نشوفه، وش الحد المسموح فيه والحد اللي يوقع في المخالفة ويتطلب عقوبة؟ طيب، في النظام، لما صدر النظام صدرت عدة لوائح، في لوائح مختصة بجودة الهواء، وهناك لوائح خاصة بجودة المياه، وهناك لوائح خاصة بجودة التربة. في هذه اللوائح هناك معايير وضوابط حسب كل عنصر في جودة الهواء. هناك عناصر خاصة بأكسيد الكبريت، في هناك أكسيد النيتروجين، في بعض التفاصيل الفنية اللي ما أبغى أزعج فيها الجمهور ولكن والمشاهدين، ولكن هذه البارامترز أو العناصر في جودة الهواء لها معايير محددة موجودة في هذه اللوائح بحيث أنه يتم الالتزام فيها. لكن إجمالاً أستاذ سعد، أنت تطمئن الناس اليوم لأنه في تخوفات من هذه وفي كثير من الشائعات حول آثار هذا الدخان، أنت تطمئن الناس اليوم وتقول لهم أن كل اللي جالسين تشوفونه في الحد المسموح به وغير المضر، وأنه من يتجاوز يعاقب مباشرة؟ نعم. ولا حدث التجاوزات؟ الطبيعي في أي نشاط وأي صناعة ينتج عنه تلوث أو ينتج عنه انبعاثات قد يكون هناك فيه تجاوزات. هدفنا في المركز منذ أنشئ بأن يكون لدينا خطة استراتيجية نعمل على تنفيذها. رؤيتنا في هذا المركز على الارتقاء بالأداء البيئي لتعزيز الاستدامة والمساهمة في تنمية القطاعات الأخرى وتحسين جودة الحياة. نحن رسالتنا في المركز أن نعمل مع جميع الجهات لتفعيل الالتزام البيئي وفق الضوابط والمعايير البيئية. لكن حدثت تجاوزات كثيرة؟ لدينا في المركز الآن من مبادرات طموحة هي للرقابة الآنية، زي ما ذكرت لك موضوع مبادرة جودة الهواء. هذه المبادرة راح يكون لدينا غرفة مراقبة وتحكم ترتبط بأجهزة استشعار توضع على هذه المداخن للتأكد من عدم تجاوزهم للمعايير. وإذا رص التجاوز يتم معاقبة ومخالفة هذا المصنع وقد يصل إلى الإغلاق. أغلقته شيء؟ في صدرت ضوابط أو محاضر ضبط وإغلاق لبعض المنشآت المتجاوزة. الوضع العام مطمئن أم مطمئن جدا؟ الوضع العام مطمئن، والحراك البيئي الحمد لله في تقدم في ازدهار، ورؤية المملكة يعني مرتكزة على التنمية المستدامة وتعزيز وتحسين جودة الحياة. أستاذ سعد شكرا جزيلا لك ولهذه الإضافات. شرفت فيكم، الله يعطيك العافية. شكرا. أشكر الأستاذ سعد، وبصراحة أبغى أختم بالمعلومة اللي قالها أنه خلال شهرين من الآن سيكتمل لدينا تقريبا أكبر أسطول للاستجابة
في الشرق الأوسط لحماية البيئة البحرية والتعامل المباشر مع أي كوارث أو تلوثات قد تحدث لا سمح الله. هذا يضاف إلى جملة ما نفخر به حقيقة في حماية البيئة. بعد هذا الفاصل مكملين معكم في تغطية مبادرة السعودية الخضراء وقمة الشباب الأخضر. حياكم الله مجددا في هلا. الحديث والتغطية ما زالت مستمرة معكم من هنا من استديوهات يا هلا عن مبادرة السعودية الخضراء وقمة الشباب الأخضر. ويسعدني أن أرحب بضيوفي هنا في الاستديو الآن، الأستاذ عبيد العوني وهو الباحث والمهتم في الشأن البيئي، وأيضا معي الدكتور فرحان الجعيدي وهو مختص في الشأن البيئي. حياكم الله معنا في هلا، أرحب فيكم جميعا. دكتور، شهدنا انطلاق هذه المبادرة، مجموعة من المبادرات أيضا راح نتحدث عن تفاصيلها. في البداية أنتم كمختصين في هذا الموضوع، ماذا يعني لكم إطلاق كل هذه الحزمات في هذا الموضوع؟ طبعا هذه المبادرات تأتي ضمن الجهود البيئية التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية، وكما ذكر سمو ولي العهد حفظه الله في خطابه مساء صباح أمس، إنه هذه الجهود البيئية هي تمثل خارطة الطريق لكبح جماح التغير المناخي، وجزء من مسؤولية المملكة العربية السعودية تجاه هذا الجانب. الجهود البيئية الآن التي تشهدها المملكة هي نقلة نوعية في العمل البيئي، بداية من الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومرورا بإنشاء المراكز المتخصصة في الشأن البيئي، والذي كان من ضمنهم الضيف السابق. جميل. طيب دكتور، الكل يسمع من خلف الشاشات اليوم مواجهة التغير المناخي، الخوف من التغير المناخي، التصدي للتغير المناخي، لكنهم قد لا يعرفون ما تفاصيل هذا التغير المناخي. وشي كيف تشرحها لنا ببساطة للمشاهد البسيط؟ ببساطة، التغير المناخي هو سنة كونية من سنن الكون. إيه؟ يعني فهو التغير المناخي، يعني إذا يعني نظرنا إلى العمود الجيولوجي أو التاريخ الجيولوجي نجد فيه يعني في التاريخ الجيولوجي وفي نهاية العصر الرباعي فيه يسمونه المناخ القديم، ففيه فترات جفاف وفترات رطوبة متعاقبة، هذا ما يسمى بالتغير المناخي. وفيه التغير المناخي الآن المصطلح المستخدم حاليا في عملية أنه الاحتباس الحراري يؤدي إلى تغير مناخي. وشو الاحتباس الحراري؟ الاحتباس الحراري الأشعة اللي تسقط على سطح الأرض جزء من، طبعا والاحتباس الحراري هو موجود، وهو لولا الاحتباس الحراري كان ما عشنا على هالكوكب الأرض، لأنه هو الذي يحافظ على متوسط درجة الحرارة ضمن 14 درجة مئوية، فتصبح الأرض قابلة للحياة للعيش عليها. لو ما في احتباس حراري ما كانت الأرض ممكن تصل درجة حرارتها إلى 19 درجة تحت الصفر، فيصعب العيش في هالحالة. لكن الاحتباس الحراري الآن اللي هو المقصود فيه حاليا اللي هو زيادة الاحتباس الحراري بسبب الانبعاثات والغازات المنبعثة في الغلاف الجوي، سببها طبعا اللي هو طبعا الانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان. زادتها رفعت الاحتباس الحراري إلى كم؟ هي الآن ارتفعت حسب التقارير الأمم المتحدة أنه ارتفعت درجة الحرارة لما يصل إلى الواحد درجة مئوية، زيادة على المتوسط الذي يسبق الثورة الصناعية اللي ما قبل عام 1880. فهم الآن يقولون لك أنه درجة الحرارة الحالية لمتوسط درجة الحرارة الحالية، يعني التوصيات من الأمم المتحدة والعالم في لقاءاتهم في مؤتمرات المناخ يحاولون أن يحافظون على درجة الحرارة أنها ما تزيد عن 1.5، يعني 1.5 درجة مئوية عن المعدل، عن المتوسط اللي كان قبل عام 1800. فنحن نحارب من الآن حتى لا نصل. بالضبط. هم ليش؟ لأنه إذا زادت درجة الحرارة عن 1.5 عن درجتين مئوية سوف يكون هناك تبعات يعني كارثية على الكوكب، منها الفيضانات، منها غمر بعض الجزر، منها يعني انحسار الجليد. فهذه الأشياء تؤدي إلى
مزيد من الكوارث البيئية. جميل. أرجع لبعض طبعا. الأشياء هذه وطريقة معالجتها، بس أرحب فيك أستاذ عبيد معنا. أنت صاحب تجربة خلني أسميها حتى وإن عدت مبالغة فريدة، من 26 سنة ما شاء الله وأنت ترعى موضوع التشجير وتتطوع فيه، بل وصل الموضوع إلى أنك توزع آلاف الشتلات مجانا. وشلون بدأت هالمسيرة؟ كيف بدأت المسيرة؟ طبعاً لأني شفت بعض الأراضي مع الوالد كانت جميلة، بعدين تدهورت بعد ما اشتد العمر، ولاحظت لازم نقوم بشيء. حيوانات اختفت، أشجار اختفت، كنت أنا أجلس تحت بعض الأشجار قطعت، فقلت لازم أسوي حراك، يعني أشوف أن الجهود الجهات الحكومية الحياة الفطرية تقوم بأشياء جزاهم الله خير، لكن لم أشاهد إلا عدد بسيط من أفراد المجتمع يقومون بأعمال أو مبادرات فردية. فبديت من حالي وبالي بالبداية، فلاحظت يعني كنت أعد الأشجار كم زرعت وكم، آخر شيء ما قدرت أعد، ما أدري كم اللي عديت من اللي زرعت. جاتني فكرة حلوة ألا وهو كيف ما وصل صوتي إلى الناس بطريقة سهلة سلسة، على أساس أخلي الناس بدل ما أزرع أنا شجرة أخلي اللي بالجنوب يزرع واللي بالشمال يزرع في السوشيال ميديا بدايتها، وأيضا التوعية لأكبر عدد، هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا. فكنت أنا يعني حسب الشيء هذا في منطقة الرياض فقط، ما دريت إلا ناس تراسلني من الجنوب من الشمال، تعدى الشيء هذا يعني إلى العراق وإلى مصر وإلى الكثير. فقلت هذه فرصة جميلة، إذن خلني أطور من الشيء هذا وأبادر في توزيع أشجار على أساس غيري بالمناطق الأخرى أيضا يقلد هذا الشيء. ثم تطور الموضوع أكثر إلى التطرق إلى بعض الحيوانات وبعض الطيور المهددة أو التي اختفت من المنطقة، طبعا مع مراسلة الحياة الفطرية. فكنت من الناس اللي أعشق مركز الحياة الفطرية، وكنت من الناس اللي دائما أتردد إليه وأخبرهم أيضا ما هو النوع اللي ممكن نطلقه، ما هي الأنواع اللي ممكن تصبح خطر لو أطلقت في أماكن غير أماكنها، على أساس أنا أستفيد وأيضا أنفع غيري وغيري أيضا يستفيد، على أساس لأن هذا إقدام ممكن يصبح خطر بيئي وخطر على التنوع البيولوجي، وممكن أيضا يصبح نعمة. والآن نحن في نعمة كبيرة، يعني ولي العهد يعني تبنى مشروع جميل جدا، يعني هذا حافز لنا، كل سنة يعطينا حافز أكثر وأكثر. كنا بالقديم 3-4-5 أشخاص محدودين، الآن ما شاء الله في قمة الشباب اللي نعيشها الآن، الشباب الآن يبادر، يعني أنا أروح أزرع في مكان أشوف 20-30-40 100-1000-2000، يعني كنا عدد بسيط الآن كل مالهم أضعاف وأضعاف الحمد لله. تقريبا كم وصل عدد الشتلات اللي وزعتها خلال 26 سنة تقريبا؟ والله أنا قلتك بالبداية كنت أعد وحريص، والآن ما عاد أقدر ألحق. آخر واحدة 10,000 طبعا، هذه آخر مرحلة. آخر مرحلة 10,000 قبل 3 أسابيع، أي وقبلها طبعا 15,000، وقبلها 6,000، وقبلها 3,000، ما شاء الله. وجهود هذه فردية. أتوقع أنه وصلت 100,000 أتوقع. والله يمكن أكثر. المشكلة أن في بعض الأشجار أمرها وأنا زرعتها ولا أدري إلا بعدين أني زرعتها، غير أنك زرعتها أن تغرس وتزرع الخير للناس وتزرع الخير للأرض. فالشجرة الواحدة تنتج بذور أنت ممكن ما تدري عن هذه البذور وحجم هذه البذور، يجي واحد يأخذ هذه البذور يزرعها في منطقة أخرى، بنك بذور، طير يعشش فيها، تصبح ملجأ مجاني أيضا. يا طويل العمر يعني وش أقول لك، هي فرحة وشيء يعني يسر لما تزرع الخير، ولما تشاهد أشجارك تنمو وتكبر، وتشاهد ناس مستظلين تحتها وانت تمر من عندهم ولا يدرون أن هذا الشخص اللي مر أن هذا زرع هذه الشجرة. من وين تستطيع توفير هذا العدد من الأشجار؟ أول شيء كانت البداية مني أنا، يعني كنت أنا اللي أجمع البذور وزين مهندس وكذا،
الآن الحمد لله الله يعني سخر لك ناس والله العظيم لا أعرفهم ولا أدري منهم، يدقون عليك يتصلون عليك عبيد نبي نشارك، هذا رقمنا، هذا كذا هذا كذا، من مناطق كثيرة. والحمد لله يعني أقول سبحان الله من سخر هؤلاء الناس، وأيضا سخرني في خدمة وطني وديني، وهذا واجب أيضا وديني وواجب وطني، علينا أن نزرع ولا نقطع. وهذا يعني تشكرون والله علي، يعني أنتم تأخذوا البذور وتزرعون تصير شتلة توزعون. نعم الله يعطيكم ألف عافية. أرجع لك دكتور، تحدثت قبل شوي عن الكوارث اللي ممكن يسببها الاحتباس الحراري فيما لو زاد، لو نعددها على السريع أبرزها فيضانات. هو الفيضانات طبعا أحد الكوارث المتوقعة من من هذا الانحسار الجليد، يعني اتساع رقعة التصحر، وهذه لها يعني جوانب بيئية كارثية على المجتمعات. وحنا طبعا نقع في مناخ صحراوي، فممكن يتسع هذا المناخ الصحراوي. طيب إلى أبعد. جميل. هذه الكوارث ستحدث لا قدر الله لو ارتفع الاحتباس الحراري إلى أكثر من 1.5 أو وصل إلى 2. نعم. طيب حلو. من أجل ذلك جاءت المعالجات، ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء. نعم. كيف راح تساهم في التخفيف؟ طبعا النباتات، أول شيء أنا سعيد بالأخ عبيد وجهوده، وهذه وإحنا نحتاج من عبيد عينات كثيرة، وهم موجودين في المجتمع، وأنا يعني في هالحراك البيئي اللي تقوده المملكة الآن يعني القيادة الداعمة لهذا الحراك، أنا أعتقد أننا مقبلين على مملكة خضراء إن شاء الله بإذن الله. واليوم الشباب في مؤتمر قمة الشباب الأخضر اختيار موفق لهذا العنوان، ونعول على الشباب مثل عبيد والشباب اللي حضروا اليوم في القمة، أنه نريد مستقبل أخضر للأجيال القادمة. اليوم التشجير هو جاء إطار عام، الباقي على الشباب والشابات الآن في بذل الجهد في الجوانب التطوعية لمستقبل أخضر للأجيال. اليوم لابد أننا نركز على مناهج في زراعة حب هذه الأشجار. أنا طلعت من الموضوع شوي لكن أعود إلى سؤالك، وهو قضية أنه الأشجار تمتص ثاني أكسيد الكربون وتفرز الأكسجين، وهذا بحد ذاته مكسب لمستقبل صحي آمن ونظيف، وكذلك في لمستقبل الجودة الحياة التي نسعى لها جميعا. جميل. بأخذ منك تعليق سريع على بذكر لك مبادرة وأخذ تعليقات سريعة. المرحلة الأولى تستهدف 450 مليون شجرة وإصلاح 8 ملايين هكتار. تعليقك. الـ 450 مليون شجرة هي جزء من العشرة مليار لشجرة اللي أعلناها في المبادرة السعودية الخضراء، وجزء هذه العشرة مليار جزء من الخمسين مليار أو الأربعين مليار اللي خاصة بالشرق الأوسط. عظيم. المبادرة. طيب الحد من الانبعاثات الكربونية إلى بس سيسا. بس ودنا نرجع للثمانية مليار هكتار. إيه؟ إحنا اليوم المستهدف العالمي أن يكون هناك 17% من أراضي الدولة تكون تحت الحماية الطبيعية، يعني تكون تحت محميات طبيعية. اليوم في المملكة العربية السعودية باستعادة الأراضي المتدهورة اللي هي 8 مليار هكتار، وكذلك المحميات التي المحميات الملكية والمحميات السابقة، ويصل العدد الآن إلى تقريبا قصدي المساحة التي خصصت لهذه الحماية الطبيعية إنه وصلت إلى 20%. المملكة تستهدف الوصول إلى 30%، وهذا جميل جدا في عملية نتجاوز حتى المعدل 17. نتمنى ذلك. جميل. طيب برجع للانبعاثات، بس استاذ عبيد كذا باختصار فيما تبقى لي من وقت، اكرمتنا بهذه الشتلات في الاستديو، شكرا جزيلا لك. واجب وهذا واجب. جزء مبادرتك العظيمه ودنا نشرحها بشكل سريع للناس. هذه وش الشتلات؟ هذا البان العربي. طبعا انا قصدتني اجيبه لان الان في العلا قاعدين يسوون مثل تنميه مستدامه حتى مع الاهالي، ايضا هذا من ارثنا العربي، يا ظبيه البان ترعى في خمائله. كل الشعراء كانوا مربوطين في الأشجار، من طبيعتنا العربية
فينا ارتباط قوي مع البيئة. جميل. بالذات الأشجار حتى في أوراقها في أغصانها حتى أصبح يعني عشق للأشجار من قديم. هذا اللي بجنبي شجرة الضبر وهي من الأشجار المهددة بالانقراض النادرة وهي فاكهة جميلة تؤكل وأيضا دائمة الخضرة ونجحت عندنا بالرياض وهذه أنا من البذرة ما أخذها من أحد الأشخاص نعم ما شاء الله وشف ما شاء الله نموها متحملة أنا حاطها في حر الرياض شوف كيف نموها وأنتم تستهلونها في جميل تستهل الطب هذه إذا ماني غلطان من أنواع السدر ولا لا هذا السدر البلدي طبعا هو نوعين سدر بلدي وسدر ضال وسدر جبلي كلها خير وبركة دكتور إبراهيم عارف طبعا وهذه من الأخ فالح المحمدي يقول الآن سوينا دراسة لاحظنا أن شجر السدر يمتص العوادم ويمتص التلوث ونحن محتاجينها الآن بالرياض وهذه من الأشجار الآن التي تزرع في الرياض في شجرة واحدة هناك أي أقولها يقول لنا بس معلومات سريعة عنها هذيك شجرة الغاف الخليجي أيضا من الأشجار الوطنية وأيضا من الأشجار اللي سوف تزرع في الرياض وأيضا زرعت في خارج الرياض شجرة قوية متحملة وأيضا يكفينا أنها تتحمل العطش وممكن نقف عنها الماء يوم من الأيام جميل جدا إحنا طبعا بس أنبه المشاهدين مستمرين اليوم وغدا إن شاء الله في تغطية كل تفاصيل المبادرات أبسمع منك كلمة أخيرة دكتور قبل ما أختم حول هذه المبادرة وش الرسالة اللي تود أن تصل اليوم ولمين والله احنا اليوم امام حراك بيئي قوي نتمنى التوفيق للقائمين على هذه المبادرات ونتمنى للشباب امثال عبيد انه نشوفهم في الجمعيات التطوعيه خاصه الجمعيات الخضراء في استزراع اكبر قدر ممكن من هذه باذن الله دكتور فرحان الجعيدي شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هلا استاذ عبيد الكلمه الاخيره عندك وباختصار جمله الكلمه الاخيره طبعا أنا أشكر الدكتور وطبعاً الأكاديميين وأيضاً الجهات الحكومية وأيضاً المتطوعين والمواطنين هؤلاء شراكة مجتمعية يجب أن نكون يد واحدة بالاتحاد القوة من أجل مملكة خضراء جميل. شكراً يا دكتور شكراً لك أستاذ عبيد شكراً دكتور بعد هذا الفاصل ألقاكم في موضوع آخر في أهلاً حياكم الله مجددا في هلا بعد القرارات الأخيرة التي اتخذت بتخفيف الإجراءات الاحترازية كان هنالك قراءة في البيان الذي صدر من خلال طريقة صدوره السماح بارتداء الكمامة في أماكن معينة أماكن مستثناة أماكن مغلقة الأستاذ عبد المجيد الموسى المحامي المعروف لديه بعض الشروحات والتوضيحات حول ما صدر في هذا البيان النظامية أو القانونية كتفسير حتى تكون واضحة للجميع وتتوافق مع الحالة النظامية الصحية التي نريد أن نصل إليها في هذه الجائحة التي أسأل الله أن يعلن عن الانتهاء منها قريبا أستاذ عبد المجيد حياك الله معنا في أهلا أهلا وسهلا فيك حياك الله عطنا النقاط اللي أو أبرز النقاط اللي أنت ترى وتحدثت في أنه يجب أنها تكون أوضح للناس وللجمهور عامة مثل إيش؟ طيب بداية شكرا للقيادة الحكيمة على ما قامت به خلال هذه الجائحة من إدارة للأزمة تفوقت على مستوى العالم وشكرا لمعالي وزير الصحة السابق أيضا لإدارة لهذه الأزمة وشكر موصول لكافة القطاع الصحي أهم وأبرز يمكن النقاط أو النقاط بيان وزارة الداخلية لما صدر كان يتضمن عدة بنود للأسف بعض وسائل الإعلام وأنا أقول بعض وسائل الإعلام أخذت البند منه وتركت الباقي والنصوص كلها مكملة لبعضها البعض على سبيل المثال وكان أول بند يمكن في البيان عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة في الأماكن المفتوحة ما عدا الأماكن المستثناة والأماكن المغلقة وش الأماكن المفتوحة البعض أخذ مفهوم الأماكن المفتوحة على أنه الأماكن العامة لا
الأماكن العامة لها مفهوم على الإصطلاح القانوني وعلى الإصطلاح أو الإصطلاحات الأخرى، لكن الأماكن المفتوحة هنا لما تنظر وتقرأ لبيانات سابقة لوزارة الداخلية وإجراءات سابقة صدرت، ولعل يمكن من أقربها لما صدر في 26/2/1443 باشتراط التحصين بجرعتين عند الدخول لأي مكان وحسب الأماكن المحددة، تجد وتستنبط أن المقصود بالأماكن المفتوحة ليس كل مكان مفتوح هو المقصود، وجاء أصلا أو أيضا في نفس البيان في البند رابعا أشار إلى ملمح يفهم منه ما المقصود بالأماكن المفتوحة، وهو البند رابعا قال بأنه فيما معنى البند، وموجود البند موجود في موقع واس وكالة الأنباء السعودية وكذلك موقع وزارة الداخلية لمن يريد الرجوع إليه، قال أنه يستمر الإلزام بارتداء الكمامة وكذلك التباعد، التباعد أيضا إلغاء التباعد أخذ على منحة أنه بشكل عام، لا مش بشكل مطلق، كان هناك ضوابط، يستمر الإلزام بلبس أو بارتداء الكمامة والتباعد في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية في توكلنا. ما معنى الكلام؟ طيب كذا يصير وش تعريف الأماكن المفتوحة؟ ما معنى الكلام هذا؟ الكلام هذا معناته أنه نسأل سؤال، هل إذا طلعت الشارع عشان نعرف وش الأماكن المفتوحة، هل إذا طلعت الشارع لازم يتحقق من الحالة الصحية؟ لا مو بلازم. طيب هل إذا دخلت موقع من المواقع الواردة في بيان وزارة الداخلية اللي صدر في 26/2 فيما يتعلق شرط التحصين بجرعتين وكذلك في 6 شوال اللي صدر في العام الماضي عندما شرط التحصين بجرعة واحدة على الأقل إلى آخره للدخول مواقع، لما نقرأ قراءة قانونية نتكلم من منظور قانوني بحت، ليش؟ لأن له آثار مترتبة قد يقع في مخالفة عدم الارتداء الكمامة بسبب عدم فهم هذا البيان. يعني الآن لازم يكون اللي أفهمه من كلامك وصحيح لي أنه لازم يكون مكان مفتوح ويشترط التحقق من الحالة الصحية في توكلنا. بالضبط، زي لما صار مع معالي وزير الصحة السابق ومعالي وزير الصحة الحالي، الناس تمسكوا بهذا الفيديو لأنه كان مكان مفتوح، لا المكان المفتوح هذا كان داخل منطقة لا يدخل إليها أحد إلا بالتحقق من يعني مثل إيش الحين؟ مثلا ملاعب كرة القدم، مثلا ملاعب كرة القدم مكان مفتوح ويتم التحقق من الحالة وتدخل. بالضبط، لما تدخل الشارع ما يتم التحقق من الحالة. الأصل أنه ما يتم، يعني الحين لو أحد ارتدى الكمامة في الشارع قانونيا ممكن يخالف؟ الأصل نعم، حسب قراءة البيان وحسب ما ورد في البيان نعم، وحسب أيضا الإجراءات السابقة، لأنه لما تلاحظ يقول تخفيف الإجراءات الاحترازية، أنا عندي أكثر من 1000 إجراء احترازي من بداية الجائحة حتى الآن، وأكثر من 55 وثيقة متعلقة بالإجراءات الاحترازية، فهو خفف الإجراءات الاحترازية فيما يخص 3 إجراءات فقط، إلغاء التباعد وفق ضوابط أن يكون متحصل على جرعتين إلى آخره، كذلك إلغاء أو عدم الإلزام بارتداء الكمامة وفق ضوابط، وكذلك السماح بكامل الطاقة الاستيعابية وفق ضوابط. الكمامة والتباعد عرفناها، الطاقة الاستيعابية برجع لها بعد الفاصل إذا تسمح. طيب فاصل ومكملين. حياكم الله مجددا في أهلا، ضيفي المحامي الأستاذ عبد العزيز عبد المجيد الموسى. عبد المجيد أرحب فيك مجددا. كنا قبل الفاصل في بعض التوضيحات لما يتبقى من الالتزام به من إجراءات قانونية واحترازية، وقلت لي أنه في نقطة تحتاج توضيح قانوني ألا وهي نقطة الطاقة الاستيعابية، وش حاب توضح للناس فيها؟ نعم، نقطة الطاقة الاستيعابية يمكن بيان وزارة الداخلية في البند ثانيا كان واضح، وقال فيما معنى البند أنه يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية والاحترازات الصحية للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا 19. حلو. من ضمن هذه التخفيفات اللي هو السماح بكامل الطاقة الاستيعابية وإلغاء التباعد. البعض فهم أنه السماح بكامل الطاقة الاستيعابية، لو نرجع أيضا لقراءة سريعة للأمر الملكي اللي صدر في 2 شوال 1441 الهجرة، وكان الأمر مضمونه رفع منع التجول، وكان من ضمن الأحكام الواردة في البيان أو في الأمر أنه رفع تعليق الحضور لمقرات الجهات الحكومية والخاصة إلى آخره وفق ضوابط تضعها وزارة الموارد البشرية وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وكان نتيجة هذه الضوابط أو واحدة من هذه الضوابط الحصول على مواعيد مسبقة عند الرغبة لزيارة هذه المقرات. الآن طبعا نعرف حنا في الحكم القانوني في الحكم الشرعي العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. الآن بالبيان الجديد قال لك يسمح بكامل أو يسمح بكامل الطاقة الاستيعابية لمن حصل على جرعتين، وبالتالي يفترض أنه على جميع الجهات الحكومية والخاصة أنها تسمح بدخول من حصل على جرعتين و لا تشترط عدد معين، لا تشترط عدد معين ولا تشترط حجز مواعيد، لأنه الأصل أنه أنا كمواطن أو كمقيم لي حق أني أزور هذه الجهة سواء منشأة حكومية أو فسالفة حجز مواعيد يفترض أن تلغى، الأصل أنها تنتفى الآن طالما أنت جرعتين تعال. نعم. بالعدد وبالطاقة كاملة بالضبط، لأنه الإجراءات الاحترازية من أقرها الجهات الصحية المختصة ومن أيضا ألغاها الجهات الصحية المختصة لبعد صحي، البعد هذا يتحقق بوجود الجميع محصن بجرعتي كوفيد 19 وبالتالي المكان مأمون. فبالتالي إذا في جهة طلبت حجز من أجل إجراء صحي الآن ما هو منطقي نظاميا، ما هو منطقي أبدا ولا هو قانوني، وله قانون وله قانون نتحدث قانون. نعم. طيب باقي لنا دقيقة ننبه على الثلاث توضيحات بشكل سريع جدا ومختصر. واحد، بشكل سريع ومختصر، أنه إلغاء ارتداء الكمامة أو عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة لا يعني جميع الأماكن المفتوحة، الشارع، الحديقة، المنتزه، بل هو مقيد بضابط أن يتم التحقق من الحالة الصحية في توكلنا. كذلك التباعد أو إلغاء التباعد مقيد بهذه الضوابط وبضابط الجرعتين. الأمر الثالث اللي هو الطاقة الاستيعابية، لأنه هذه كلها عدم فهمها قد يترتب عليها مخالفة إجراء احترازي وبالتالي إيقاع عقوبة أنت في غنى عنها. هذه التوضيحات على مسؤولية فهمك القانوني. نعم، على مسؤولية فهمي القانوني، وأنا أثق كل الثقة في الشعب السعودي اللي أعطانا درس في مرحلة سابقة، ونثق في وعيهم في المرحلة اللاحقة، وسمو ولي العهد كان يراهن على الشعب السعودي. عبد المجيد الموسى، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هلا. شكرا لك. شكرا لكم أنتم على متابعتكم هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. سمعونا على الفيديو.